كتيرة وقفت بطلت تنزل أسكيمو بسبب يعني بسبب إنه فيش كهرباء، فاضطرينا إنه نوقفوا المحل زيادة لأنه لو بدك تنزل له بضاعة راح تسيح البضاعة فيها وراح يرجعها تالفة. عدد كبير من المحلات وقف لأنه هو في عنده بس بيعتمد على الكهرباء على 8 ساعات. 8 ساعات في الجو الصيف مش كفاية للآيس كريم. الكهرباء هذا من الشعب اللي بيعاني من التاجر وين ودي وين ودي نتلاقى احنا دافعين حق وش نعمل فيها النص الاسكمو اللي بنحطه بالثلاجه نصه بيطلع ايش يعني ضارب يعني سايع طب ايش نعمل فيه طب احنا كيف نتعامل مع صاحب الاسكمو نقول بقول طب احنا بنجيب كل اسكمو طاي جامد طب ايش زين من في مرجع بقول لك انا خسائر 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 كثير مرحلة الكهرباء عندنا قاتلة جدا يعني احنا في مرحلة 8 ساعات شغل و 8 ساعات قطع وخلال 8 ساعات اللي الكهرباء موجودة فيهم كمان بتقطع لها كمان ساعتين ثلاثة يعني ما يعادل في النهار بتجينا 5 ساعات الكهرباء